أهلا بكم إلى أخبار ليبيا. والبداية بإحالة رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد مقترح مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي إلى رئيس مجلس النواب بإجمالي نفقات تناهز 90 مليار دينار. بدأت الأحد أقسام العلاج الإشعاعي في عدد من المراكز الطبية، ولأول مرة بدأت في تسجيل واستقبال حالات الأورام بشكل متزامن. ذكر عضو نقابة خبازي الخمس محمد سليتني أن أصحاب المخابز في سليتنا قرروا الاعتصام بعد بلوغ سعر قنطار الدقيق 190 ديناراً. قامت مفارز من اللواء 444 قتال بضبط عدد من الشاحنات تحمل الوقود المهرب، إضافة إلى إلقاء القبض على سيارات محملة بمهاجرين غير شرعيين. أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج 68 جثمانا جديدا من مقبرة مرتوبة بمدينة درنا، وأخذ عينات من 60 جثمانا. تفوق الأهلي بنغازي على نظيره سالا المغربي ب 91 نقطة مقابل 6 ببطولة دبي الدولية لكرة السلة. نهاية النشرة وإلى اللقاء.